سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان، طابت اوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم، اجواء جميلة قبل كل شيء. اللقاء سيقام في طقس رائع جدا بصراحة، جو كورة، جو يساعد اللاعبين على التألق، لذلك نتوقع ان نشاهد كرة قدم ممتعة. حديث للاعبين، يلا اعطوني ما لديكم، قدموا الكرة القدم اللي ننتظرها اليوم. أجواء رائعة هنا في هذا الملعب، كل شيء جاهز من أجل الإثارة والمتعة والشغف وكرة القدم. نستمع وإياكم إلى النشيد الوطني للمغرب. النشيد الوطني للفريق الآخر. أحداث اللقاء، والكرة تجاوزت الخط هنا. مروا عدى بشكل جميل، ضربة رأسية ضربهم، كواهم، أحرق مرماهم. يا إلهي، كرة في المرمى، ضربة أولى رائعة في هذه المباراة. هذه هي البداية التي كان يريدها، بداية قوية تعبر عن حجمه كلاعب، تؤكد قيمته، تؤكد أيضا أنه راح يقدم مباراة كبيرة وتعطي دفعة معنوية كبيرة للفريق بأكمله. أجمل كرة عرضية واستحقت نهاية جميلة. مجهود كبير من اللاعب في التحرك للأمام، قراءة الهجمة بشكل سليم، تواجد في المكان المناسب من أجل وضع الكرة في الشباك. هذه الأمور لا تحدث صدفة بصراحة، تحتاج إلى ذكاء كروي. يا لها من بداية رائعة جدا، من بداية ناجحة بهذا الهدف المبكر. هوتشينسون، يلعب كرة بينية، يلعب رمية التماس، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. سرعة غير عادية ودقة في التمرير.
يحاول أن يلعب كرة بينية، تحرك جميل، انت انصري انطلاقة من جهة اليمين، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسب الحكم. تلعب الكرة إلى إنصري إلى خارج المرمى، يوسف نصيري، تصويب على المرمى، لحسن حظه لم ينجح المهاجم في استغلال الفرصة. بمبدأ الأمان يعود بالكرة، هوتشينسون يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، ممتاز في التمرير، كرة طولية من الحارس، وصلت إليه، يلعبها في المساحة، يلعب كرة طولية، تنطلق صافرة نهاية ونهاية الشوط الأول. لم يحرزوا أهدافا بعد، لكنهم قدموا أداء جيد إجمالا، ربما سوى الحظ اللي كان يواجههم. ركلة بداية الشوط الثاني أعزائي المشاهدين أمام الفريق المنهزم، 45 دقيقة، إما العودة أو الخروج من هذه المباراة بهزيمة. يسيطر على الكرة، يا سلام، ويسدد، يا لها من كرة، لكنها في الأخير ضاعت بعد مجهود رائع جدا. ديفيد يلعب كرة للجانب الأيمن، وتخرج الكرة إلى رمية جانبية، كرة من جهة اليمين، شوف المتعة والفن والإمتاع بالكرة، يعود بالكرة لوراء، يلعبها على اليمين، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، بالنظر للنتيجة فإنه عليهم بذل جهد أكبر بصراحة، محاولة أكثر على الخصم، لا أن يحدث العكس، حتى الآن نتيجة منطقية، عليهم بذل المزيد من المجهودات في الدقائق القادمة. وكرة عرضية، الآن بعد هذا التقدم عليهم أن يواصلوا المحاولة والهجوم، واضح النهج الجديد في الهجوم، الآن تقدم جيد، ديفيس من سيستلم هذه التمريرة الطولية، كرة إلى الأمام،
لا يرغبون في التراجع والدفاع فقط، يهاجمون، يتقدمون، يحاولون أن يصلوا إلى هدف التعزيز في هذه المباراة. تمريرة جميلة، مهارة غير عادية بالكرة، بينية رائعة، يلعب العرضية، يبعد الكرة بعيدة عن المرمى، يمر يلعب كرة بينية، والآن فرصة تسديدة من أول لمسة، تصدي رائع جدا من الحارس، تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. تبديلات من الجانبين من أجل صراعة الفارق الآن. يلعبون ركنية قصيرة ثم كرة عرضية، ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا، التسديد الآن، يطلق الحكم صافرة معلنة نهاية المباراة.